في ختام الموسم الثالث من برنامج حديث المدارس، الإعلامي رؤوف بكر هيقدم حلقة فريدة من نوعها مع أبطال مصر اللي فازوا بكأس العالم في مسابقة إنك تسأل عالمية وشرفونا ورفعوا رأسنا قدام العالم كله. هنتعرف على أكبر التحديات اللي قابلتهم وإزاي قدروا يتغلبوا عليها ويحصلوا على المركز الأول. مشاعر ولحظات لا تنسى، حوارات خاصة مع الدكتور ماجد غنيمة مدير التسويق والشراكات بصندوق دعم المبتكرين والنوابغ الISF التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذة فاطمة سري مؤسس ومدير إنكتس إيجيبت. انتظروا أقوى حلقات الموسم مع أبناء مصر اللي رفعوا رأسنا وشرفونا في برنامج حديث المدارس مع الإعلامي والمستشار التعليمي رؤوف بكر على قناة الحدث اليوم.